السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الغرزة ديت، عبارة عاملة زي أفرع الشجر ماسكين في بعض أو زي رجل القطة، مش عارفة يعني سموها زي ما انتوا عايزين. بتنفع في مشاريع كتيرة، ممكن تعمليها بلوزة هيبقى شكلها جميل جدا، ممكن تعمليها كوفية، هتنفع يعني تنفع في مشاريع كتير. هنعملها مع بعض خطوة خطوة، هي سهلة جدا، هنعملها مع بعض خطوة خطوة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بسرعة نبدأ مع بعض ونعمل الغرزة. وهنبدأ مع بعض نعمل عدد من الغرز يقبل القسم على 5، بس هعملهم مش سلسلة وبعدين عواميد، لا انا عايزة اعملهم غرز فاونديشن. تمام، غرز فاونديشن بس هعملها عمود بلفتين. تمام، هعد 1 2 3 4 5 وهلف لفتين وهدخل في اخر غرزة، اطلع كده، هطلع من اول غرزة لوحدها وبعدين هكمل العمود ابو لفتين. تمام، هلف لفتين وهدخل في اخر غرزة انا خدتها هنا، هطلع بيها لوحدها وبعدين اكمل العمود بلفتين. غرزة الفاونديشن موجودة على القناة. هكمل 30 غرزة بنفس الطريقة. اخر غرزة بناخدها اللي هي اول غرزة انا عملتها، اللي هي بصوا انا بعمل كده بسحب، هي موجودة بالتفصيل على القناة. باخد اول سلسلة كده، شايفين بطلعها اهي. الغرزة دي هي اللي انا بشتغل عليها المرة اللي بعدها، بعدين هشتغل العمود اللي بلفتين عادي. هلف لفتين، هدخل في السلسلة الاخيرة، بس عشان الابرة دي تخينة شوية، هدخل في السلسلة الاخيرة اهي، اخر سلسلة عندي اللي هي اللي انا طلعت منها اهي، بطلع اول واحدة، هي دي اللي انا هشتغل عليها الغرزة اللي بعدها. هطلع كده اعمل العمود ابو لفتين، هلف وهدخل في السلسلة اهي، انا ماسكاها عشان تبان ليكم. تمام، وشرح طبعا الغرزة موجود على القناة للي حابب يتفرج عليها تاني عشان ينفذها صح. تمام، انا هعمل 30 غرزة وارجع لكم تاني. تمام، اهو شايفين اهو، بلف لفتين، اخر غرزة اهي في الصف، غرزة كده باينة بقت جميلة اهي واضحة. تمام، ميزة الغرزة ديت ان احنا بنوفر سطرين، بنوفر سطرين، دي اول حاجة، ان انا بعمل سطر السلسلة وفوق منه سواء عمود او نص عمود او حشو اي حاجة بوفر كده، يبقى انا كده عملت خطوتين في خطوة واحدة. غير ان ما بيبقاش مشدود لما بعمل سلسلة وفوق منها العمود او النص عمود او العمود بلفتين زي كده، الغرزة بتبقى مشدودة، اجي اعمل الغرزة بتاعتي عليها بتبقى مقوصة، مشدودة من تحت ومن فوق مقوصة وزيادة. فاحنا بنعمل غرزة الفاونديشن على الغرز عشان تدينا شكل الطف واحسن ويبقى كلها مقاس واحد. هكمل 30 سطر 30 غرزة وارجع لكم تاني. خلصت 30 غرزة، شايفين الغرزة مرنة ازاي؟ ده غير التوفير في الوقت، غير توفير الوقت ان شكلها بيبقى جميل. خلاص، نبتدي نعمل الغرزة بتاعتنا. هنرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، وده ارتفاع غرزة العمود بلفتين. هلف لفتين واعمل تاني عمود، لفتين وتالت عمود، لفتين ورابع عمود، لفتين وخامس عمود. فانا كده عملت 5 عواميد بلفتين. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهلف لفتين عشان اعمل عمود بلفتين بس بشكل مختلف. هعد 1 2 3 4 وهدخل في الغرزة الخامسة وهعمل عمود بلفتين. بس ازاي بقى؟ هاخد اول غرزة لوحدها وبعدين اكمل الخيط كده وهسيب اخر 2، هلف لفتين وهدخل في نفس المكان اعمل عمود
برضو هاخد اول واحدة لوحدها واجي عمود بلفتين بس مش هكمله، وبعدين هعمل لفتين وادخل في نفس المكان اعمل عمود بلفتين، هاخد اول واحدة لوحدها وبعدين كده، وبعدين اسحب الاتنين طول خلاص، هلا هسحبهم كلهم ما عدا اخر غرزتين وهسحب الاتنين مع بعض. تمام، نعيد تاني. هعمل 5 غرز حشو، قصدي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، هلف لفتين وادخل في نفس المكان اعمل عمود بلفتين، بس زي ما قلت لكم هيبقى اطول شويه من عمود بلفتين لان انا باخد اول خيطه لوحدها وبعدين باخد اللي بعدين 2 وبعدين 2 وبسيب اخر 2 على الابره، وبلف لفتين وبدخل في نفس المكان واطلع كده اخد اول خيط وبعدين اخد 2 مع بعض و2 مع بعض واسيب اخر واحد، والف لفتين وادخل المره الثالثه واسحب واخد اول غرزه والاتنين دول مع بعض والاتنين مع بعض، وفي العمود الثالث هسحبهم كلهم ما عدا اخر 2 وهسحب الاتنين دول مع بعض، وهعمل 5 سلاسل تاني، 1 2 3 4 5، وهكرر اللي عملته تاني. هعمل 3 عواميد برضو مش كاملين، 3 عواميد بلفتين مش كاملين وليهم طول في الاول اللي هي السلسلة الاولانية دي، ادي اول واحد وادي التاني، اخد اول واحدة وبلف اطلع من الاتنين واطلع من الاتنين وبلف تاني وبدخل التالتة بطلع اول واحدة اهو بلف، بعدين بطلع من التلاتة كلهم ما عدا اخر 2 باخدهم مع بعض. ادي اول شكل للافرع. تمام، عشان انتقل للي جنبها على طول مش هعمل سلاسل ولا حاجة، هلف لفتين وهدخل هعمل مجموعة تانية زي دي، هعد 1 2 3 4 وفي 5 غرزة هدخل اعمل عمود بلفتين، هاخد اول برضو غرزة وبعدين اكمل العمود كده ومش هكمل العمود للاخر، والف لفتين واعمل عمود تاني، اخد اول واحدة اهو واسيب برضو على الابرة نفس الكلام، هلف وادخل اعمل نفس العمود بلفتين مش كامل اهو، وبعدين اسحبهم كلهم، ده رقم 3، وهسحب بيهم كلهم عشان اشبك المجموعة دي في المجموعة اللي وراها. هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، والف لفتين وادخل في نفس المكان اعمل برضو 3 عواميد بلفتين بنفس الطريقة، باخد اول واحدة لوحدها وبعدين هعمل اخد 2 وبعدين 2 وهسيب اخر 2 على الابرة، والف لفتين واطلع اعمل اول واحدة اول واحدة لوحدها بعدين 2 وبعدين 2 واسيب الاخيرة على الابرة، واخر واحدة اهو هدخلها كده اطلع من اول فتلة، الفتلتين دول مع بعض والفتلتين دول مع بعض كده، انا عملت 3 عواميد، هسحب الكل ما عدا اخر 2 وبعدين اخر 2 هسحبهم مع بعض. هعمل الفرع الثالث، 1 2 3 4 5، هدخل في نفس المكان واعمل الفرع الثالث. لو الشرح مفهوم وعجبكم اعملوا لايك وتفعيل للجرس عشان يوصلكم كل جديد. ادي تالت عمود، اول واحد برضو بسحب الاول خالص اهي اول واحدة. تمام اهو هدخل اللي بعدها وهعملها بنفس الطريقة، هكمل لغاية اخر 5 غرز، هنا هعمل مجموعات زي دي لغاية اخر 5 غرز، اخر 5 غرز هعملهم زي دول، هكمل المجموعات دي وارجع لكم تاني. خلصت اهو المجموعة اللي كانت فاضلة، بعد كده هعمل سلسلتين، 1 2 وزي الجنب ده بالظبط هعمل 5 عواميد بلفتين، بعد 1 2 3 4 وفي الخمسة هعمل عمود بلفتين، بس عمود عادي بلفتين مش هاخد واحدة زي ما كنت بعمل في المجموعات،
اتنين تلاتة أربعة، والأخير أهي تالت غرزة فيه، هتدخل نعمل غرزة عمود بلفتين. شايفين الشغل أهو مش مشدود، أهو شايفينه مفروض أهو، يعني هي اللي دي عشان الدوران بس بتعدي، لكن هو لو احنا عدلناه كده لما هنكبر بالمسافة هيطلع كله زي بعض، لكن لو معمولة سلسلة كنت هتلاقوه معمول كده تمام، لكن هو عامل زي الأستيك أهو. خلاص هبتدي ارتفع 4 سلاسل، ده أول عمود، 1 2 3 4، وهلف الشغل وأعمل ال5 عواميد برضو تاني. أعيد تاني، عمود، 3 4، أجي 5. خلاص وهعمل سلسلتين برضو، وبعد كده هدخل في الفراغ ده، الفراغ اللي هو اللي كانوا 5 غرز، هدخل فيه على طول واعمل غرز حشو. غرزة، 2 3 4 5 6 7، يبقى الفراغ هعمل فيه 7 غرز. بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهدخل على طول في الفراغ اللي بعده واعمل 7 غرز تاني حشو. 1 2 3 4 5 6 7، يطلع الشكل ده. شايفين؟ هي الغرزة عبارة عن تكرار سطرين، السطر اللي فات والسطر اللي جاي بس تمام. السطر ده اول ده وان ده الكنار بتاعه، ملناش دعوه بيه، دي هتبقى تكرار بس لسطرين. خلاص هلف، مش هلف لا هعمل سلسله واحده وهدخل في المجموعه اللي وراها وهعمل غرزه حشو. خلاص وابتدي 2 3 4 5 6 7، واطلع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وادخل في الفراغ اللي بعده واعمل 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7، خلاص سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعدها على طول وأعمل 7 حشو. 2 3 4 5 6 7، وأعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، أدخل في الفراغ اللي بعده وأعمل 7 حشو. 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل سلسلتين وهلف لفتين وأدخل في العمود الأولاني وأعمل عمود بلفتين. بعدين هعمل عمود بلفتين، اللي هم ال5 عواميد دول هعمل فوق منهم 5 عواميد بلفتين. 2 3 4، واجي 5 عمود. بقت كده شكل الغرزة. السطر التاني هنكرر السطر الاولاني، هنرتفع
أربعة سلاسل، اتنين تلاتة أربعة، وأعمل 5 عواميد. أجي اتنين تلاتة أربعة خامس عمود. أنا كده يمين وشمال بعمل 5 عمود، 5 عواميد، تمام. وهكمل بنفس الطريقة اللي عملتها في السطر اللي قبله. هاخد سلسلتين وهلف لفتين. هدخل فين؟ هدخل في الدايرة دي، الدايرة دي اللي هعمل فيها ال3 أفرع دول بنفس الطريقة. هسحب كده، اخد اول واحدة وبعدين اعمل اسحبهم كده عمودين واسيب دي في الاخر، والف وادخل مرة تانية. هاخد اول واحدة عمود بلفتين اهو، والف تالت 3 عواميد، هروح لفة وطلع منهم كلهم ما عدا اخر اتنين واسحب الاتنين. شرحتها انا في السطر اللي قبل كده، هكملها لكم هنا وهكمل بقى لوحدي. هعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وهلف لفتين وهدخل في نفس المكان. هعمل اول خيط بعدين هاخد اتنين واخد اتنين واخلي الاخيرة، والف لفتين وادخل في نفس المكان، اطلع من اول واحدة اطلع من الاتنين واطلع من الاتنين واسيب اخر واحدة، هلف لفتين وادخل واعمل اخر عمود. انا كده عملت 3 عواميد، هطلع منهم كلهم واخلي فتلتين اخدهم مع بعض. الفرع التالت 1 2 3 4 5، هلف لفتين وادخل في نفس المكان واعمل اول عمود والتاني والتالت، اخد لغاية قبل الاخير واسحب كده، وكده يبقى ادي شكل الغرزة. شكل الغرزة معانا عاملة كده، هلف لفتين وادخل في الدايرة اللي بعدها على طول، اللي هي المجموعة اللي بعدها على طول هنا اهو، واسحب اول واحدة اهو تمام، وهسيب اخر اتنين واعمل تاني اهو، وادي تالت عمود. اتركوا بس المجموعتين جنب بعض وكده نبقى خلصنا الغرزة اهو تمام. وبعدين هاخد الاتنين دول هعد 5 1 2 3 4 5، بلف لفتين وادخل في نفس المكان واعمل نفس اللي عملته هو هو، 3 عواميد مش كاملين اهو، ادي تالت عمود. غرزة جميلة وسهلة وتنفع في مشاريع كتير، غرزة صيفي جميلة تنفع في مشاريع كتير. 2 3 4 5، ادي اخر مجموعة. تالت واحد، هتتنقلي على المجموعة اللي وراها بنفس الطريقة. اهي الغرزة عبارة عن ورود بالشكل ده، شايفين اهو، وهنا هو اهو قد بعض اهي تمام. عبارة عن زي افرع شجر معمولة، شكلها جميل قوي لو اتعملت بلوزة او ممكن تعمل شال، شكلها حلو جدا تمام. وبكده نبقى خلصنا الغرزة. ان شاء الله نتقابل في غرزة جديدة وشغل جديد. يا رب الشغل يكون عجبكم، اتمنى اشوف التطبيقات بتاعتكم. تنسوش تعليقات كتير وقولوا لي اقتراحاتكم، ممكن نعمل ايه على القناة، لو في حد واقف قدامه اي حاجة مش عارفين تعملوها، او يعني اي اقتراحات، شوفوا اقتراحات انتوا قولوها لي في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم رضا احمد.